النهاردة هنعمل طبق تحلية بأقل من 10 جنيه. أول حاجة معايا واحدة هوز ب2 جنيه، وواحدة أوريو ب2 جنيه، وواحدة دانيت ب2.5، وأي علبة آيس كريم ب3 جنيه. أول حاجة قطعت الهوز بالشكل ده وحطيته في طبق أو بولة تكون شكلها حلو ورصيته بالشكل ده. بعد ما نرص الهوز هنبدأ بقى نطحن البسكوت الأوريو. هناخد 2 ونسيب واحدة، هو بيكون في 3. هنطحنه بالسكينة أو بإيدينا، هو مش هنعمله ناعم، هيكون خشن بالشكل ده. هنحطه في النص بالشكل ده. بعد كده هنجيب علبة الايس كريم، هي علبة فانيليا، احنا ممكن نجيب شوكولاتة بس اللي كان متوفر معايا كانت فانيليا بالمانجا، اي حاجة مش هتقول لأ. وحطيت دانت في النص، كمان مش حطيته كله، خدت جزء منه عشان نعمله على الوش. وحطيت واحدة اوريو، هنقسمها نصين اللي احنا كنا شايلينها، نحط واحدة في النص والواحدة التانية هنرشها على الوش كده تدينا شكل، ونعمل بصوص اللي احنا كنا شايلين الدانت. جربي الوصفة دي هتعجبك، كمان تكلفتها بسيطة جدا، وده شكلها النهائي. لو الفيديو عجبك اعملي لايك وشير.